لماذا في الحياة المسلمون بتربية النفوس مقصرون؟ لماذا في الحياة المسلمون بتربية النفوس مقصرون؟ وفي الإسلام إصلاح لنفس يدل الحائرين التائهين. يميزنا عن الكفار إذ هم علاجا مثله لا يملكون، إذ هم علاجا مثله لا يملكون. ومنهم من بحق يرغبون بتجريب له متشوقين. لماذا فوق عشر لا نربي على التقوى بلا حيد بنينا؟ على التقوى بلا حيد بنينا. على استحضار خوف الله دوما بحال صلاتهم أو ذاكرين. لماذا وقت تأدية لفرض نراهم في المساجد يلعبون؟ لماذا عند إنصات لآي من القرآن لا نبدي أنينا؟ من القرآن لا نبدي أنينا. لماذا لا نكون من اقشعرت جلودهم له متأثرين؟ لماذا قلوبنا لا تبدي خوفا إذا ذكر الإله الذاكرون؟ لماذا نفعل الطاعات دوما كأن من قبول واثقين؟ كأن من قبول واثقين. وإن الأصل خوف قبل فعل، وذاك طريق قوم مؤمنين. فكيف بمن تشبع بالمعاصي وزاغ بفتنة الدنيا سنينا؟ لماذا لا نكون إذا دعونا بيوم خفية متضرعين؟ وأين البر والأواه فينا؟ وأين البر والأواه فينا؟ وأين معاشر المتأوهين؟ وقانا الله من شر المعاصي وأسكننا جنان الطائعين، وأسكننا جنان الطائعين. عزيزي المشاهد، أنت تحب الخير لك ولأصدقائك، أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك، وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق. جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له. ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع، واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع، فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى. موقع لينور الإلكتروني www.linur.com. اللهم اجعل لي نورا.